جافيد منصور تفضل اطلع لعنا على المنصة، وبناء على طلبك رح يتم تكريمك وتستلم جائزتك من الأستاذ أحمد. ألف مبروك. برافو. شكرا. تفضل. شكرا أستاذ أحمد. شكرا أستاذ. أستاذ أحمد، يا ريت تبقى معنا شوي. أنا حابب أحكي كلمة صغيرة. يلي بدي أقوله، هذا النجاح هو بفضل الأستاذ أحمد يلي تعب كتير وبذل جهد مع الأولاد وعطاهن من كل قلبه لينجح الكل. بتمنى منك تتفضل على المنصة وتشاركنا هذا الاحتفال بكلمة خاصة منك للأولاد يلي بيحبوك. تفضل. يلا بلش. ايه يلا. انا بدي اتشكر الجميع على حضورهم. هدول الاولاد بيستاهلوا الاهتمام. شكرا كتير لكل اهتمامكم، شرفتونا. في كتير مدارس فيها مواهب وجواهر مدفونة مثل جافيد. نحنا بحاجة لهي الجواهر، بس مين يلي رح يلاقيها؟ مين رح يهتم فيها؟ المميز بأي ظرف بينجح، بس اعطوه فرصة ومدوله ايدكم. بالنتيجة نحنا بهمنا شيء واحد، إنه هدول الأولاد يتعلموا ويدرسوا بظروف مريحة. لهيك بتمنى يتسلط الضوء على هاي المدارس ونتساعد لنطورها، وأكيد رح نلاقي نتيجة. أنا كمان كنت طالب بمدرسة حكومية، ويمكن لهيك بحس فيهم وبفهمهم وبقدر جهدهم وطموحاتهم. نحن متفقين إنه كل أولاد حقهم يتعلموا، ولازم نتعاون لنعطيهم هذا الحق. والتعليم المفروض يكون متوفر للجميع، حتى لأطفال المناطق البعيدة يلي عندهم طموحهم وأحلامهم. كمان أحلامهم يلي أبسط ما فيها هي الدراسة. بتمنى نكون عادلين معهم لحتى يعيشوا الحياة يلي بيستحقوها. شكرا. شكرا أحمد.